تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. أما عن السؤال الثاني، واحد معنا في العائلة أو في الجيران أو زملاء العمل طيب القلب لكنه لا يصلي. الصلاة هي ركن من أركان الدين، والنبي الكريم حتى عليها كثير، بل ورتب عقاب عن تاركها وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى باش كنعرفوا الاختلاف بينه وبينهم، هو الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لأن الإيمان في القلب، الإيمان هو في النفس، ولكن الصلاة هي عبادة عملية كنشوفها بعيننا. فالذي يصلي ويواظب على الصلاة نشهد له بالإيمان، والذي لا يصلي وخيقول لك أن مؤمن صادق ولكن العلم عند الله، نحن لا نكشف على قلبه. لكن كالقوا بأن الإنسان متخلق وكيحب الدين ولكنه غير عنده غير العجز. العلماء قالوا لك يترك هوانا، قالوا لك يترك هوانا، ماشي بحال لك يترك اعتقادا. من تركها اعتقادا هذا كفر، ومن تركها تهونا هذا عنده إثم كبير، وخصنا ننقضوه. بحال واحد المريض عندنا عنده مرض عضال، وخصنا نعالجوه، نمشيو عند الأطباء ونتمسوا له الدواء. كذلك الذي لا يصلي خصنا لابد نبقاو نتكلموا معه، بل الأمر ينبغي من الطفولة: علموا أبناءكم الصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم في المضاجع. التربية كتبدأ من الطفولة، ولكن كاين اللي الله يستر ما كيسمعش، كاين اللي سبحان الله العظيم مهدي من صغره كتلقاه كيقلد والديه في الصلاه، هما كيصليو وهو توا كيتوضا ويمسح دم، عنده 5 سنوات 6 سنوات مفطور على التقليد. هذا مهدي ومرضي وعنده الطابع. وكاين اللي كيقول لك واخا ان شاء الله انا دابا العطله الصيفيه ان شاء الله غنعود نصلي. كتفوت العطله الصيفيه كتلقاه كيلعب وكيجري وكيمشي للبحار، ما مساليش، ما بقاش عندي الالعاب وعندي كذا. الموسم الدراسي يدخل الموسم الدراسي يقول لك دابا عندي بزاف ديال الانشطه وعندي مسؤوليات، ديما كيقدم الاعذار ولا يصلي. هو قلبه طاهر واخلاقه كريمه، بل وكتلقى الازواج، الزوج او الزوجه او اخ كبير بعقله ومازال يسوف، بل كتلقى انسان عنده 70 سنه. بحال واحد تلاقيت معاه سبحان الله العظيم، قال لك الحفيده ديالو كتقول له اجدي والله يهديك تنو تصلي. كان اللي مسكين هكذا محروم، هذا كنسموه محروم، هو راه مؤمن وقلبه عامر بالايمان وكيحب الدين، ولكن قلت احبابي الكرام كاين اللي مهدي من عند الله سبحانه وتعالى، وكاين اللي هو دائما كيبقى هكذا. ماذا نفعل معه؟ ماذا نصنع معه؟ اننا نبقاو دائما نقولوا له الكلمه الطيبه، نتصلي معنا، ندير معنا كذا. فاذا تعذر علينا ندعو له بالليل، ندعو له في قيام الليل: يا رب تحبب لي الصلاه، يا رب تعاونه. وهذا اعظم سبيل، احسن طريقه سهله وفعاله، هي ان تدعو لأخيكم بالليل بالهداية، ودعو له بالاستقامة. قد دعي لي بالليل: يا ربي أنا عجزت وعجزت أن أقنعه، ولكن أنت يا مولانا اللي عندك القدرة على الهداية تهدي من تشاء وتضل من تشاء، اللهم اهده، حبب إليه الإيمان، زين له الصلاة في قلبه. وسبحان الله قد تلقاه واحد النهار تلقائيا حتى هو كيتوضا وكيتزحم معنا في الصلوات. أسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي أحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات إلى الصلاة. والصلاة هي كلها بركة. لما تصلي أنت صلتك متصلة بالله، وعندك الأجر وعندك التواب، وهي محطة ديال الشحن. كل 3-4 ساعات كتجي الصلاة محطة شحن، كنحيدوا فيها جميع الضغوطات اللي عندنا، وكناخذوا طاقة إيجابية ونستمر على العبادة، وعندنا الأجر والتواب، والله غني عن العالمين. ومزيان نذكروا بعض الفوائد ديال الصلاة اللي فيها على التأثير السيكولوجي والجسدي وعلاج بعض الأمراض. وإن شاء الله في الحلقات المقبلة غنتكلموا على الصلاة ومقاصدها وما فيها من منافع، لأن كاين اللي كيقتنع بالمنافع، نذكر له المنافع الكثيرة على الجهاز العصبي وعلى الدورة الدموية وعلى القدرات ديال الفهم والإدراك، غادي يبغي فيها منافع. أسأل الله أن يهدينا أجمعين. نتحول إلى إقليم سطات، معنا أم أنس. السلام عليكم عم الطيب. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الرجل الطيب.
حياك الله لله. والله الحمد لله بأن كتبني اليوم ندوي معاك. بارك الله فيك. بارك الله فيك لله. عمي الطيب. يا مرحبا. نطلب منك الدعاء ليا ولوليداتي والزوج ديالي والأم والعائلة كاملة. يا رب. على خطيك في الطيب. يا رب بارك الله فيك. اليوم أنا بغيت نقول لك يا عمي الطيب، أنا كان بغي نعيش هكا، كان بغي نقرأ القرآن. Yeah. وكان قرأ سورة الواقعة، ما عندك سورة اللي قلت لينا، وسورة الليل. Yeah. وسورة الملك وسورة ياسين، هادو ديما كان قرأهم في الليل، غير بعض الخطرات إلا كانت هكا ما قداش ولا كانوا عندي ضعف وشوية مشاكل، كان قرأ أواخر سورة البقرة و... Yeah. أواخر سورة البقرة كان قرأهم في كل صلاة. بارك الله. وآية الكرسي والمعوذتين في كل صلاة كنقراهم، وكنتمنى ربي يتقبل مني يا رب. المهم عمي الطيب، هذه جوج مرات وانا كنحلم بسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم انا ما كنشوفش وجوه هذه، ولكن مرة شفت بان واحد السيدة من العائلة قالت لي رجا، جا لواحد السوق، هو كان واحد السوق حدانا، وقالت لي رجا واحد السوق، خديت ولدي من يدو بديك الصفا وخذ اختي واحد الولد عندي هو الكبير، وغادي تنقول اللهم صل على سيدنا محمد. الله اكبر. عبد الله القائم بامر الله، ما ضاق امر الله في الرجاء والله، وبديك الفرحه بحال بغيت نمشي انا لهذاك الصوت. الله اكبر. ومره حلمت سيدي تلقاه عندنا في الدار ديال والديا، ووالدي عندهم شي ظروف، تلقاه بحال خوا واحد خوا لما في واحد الصور عندنا دخلت هنا في البلديه، الصور ديال بعين حشاك خوا فيه ذاك الماء، وانا تنقول لهم سعداتكم فرحاتكم، وبحال تنقول ياكم جيت شويه كون شفتو. لا اله الا الله. الحمد لله يا عمي الطيب، كنتمنى منك الدعاء. انا يا رب يا رب استجلت الدعاء يا عمي الطيب يا دراجة الطيب، كنت دعيت معايا واحد المره وفرجها لي الله صحيت شي حوايج، وانا دابا كنبغي نطلب الله كنخجل، كنقول انا طلبت ربي وعطاني ديك الحاجه وكنحشم كنستحي من الله. سبحان الله، هذا علامه الايمان واليقين. لله لا اله الا الله. الحمد لله يا رب. الله يحفظك لله ام انس يا رب. كل يوم في هذا اليوم جمعه بغيت في واحد كيتصمت يدي انا وليداتي ومعايا ومع العائله ديالي، الله يحفظك عمي الطيب. بارك الله فيك الشريفه، الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك. هنيئا لك هنيئا لك هنيئا لك. من راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد راه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. كل من رأى النبي الكريم ابتسم له أو أعطاه شي أمر أو أعطاه شي توجيه أو غير مجرد شافه في المحيط ديالو، هذاك راه مبشر بالجنة، لأن النبي الكريم لا يرى في المنام لأهل النار، فقط يرى لأهل الجنة. فهنيئا لك هنيئا لك. وهاد الصور اللي كتقريهم دائما فيهم فضائل وأجر وثواب عظيم، وإن شاء الله في الحلقات المقبلة غنعيش مع القرآن الكريم سورة سورة، وغنعيشوا مع الايات وغادي نلقاو الاسرار. هاد الايات اللي دخلتي مثلا اللي كيعاني من الفقر غادي يقرا الواقعه، ربي غادي يهيئ ليه الطريق ديال الغنى. اللي بغى ربي يستر ليه المسطره ديال الطريق ديال الغنى يقرا الواقعه كل ليله. اللي دائما عنده العكوسات وعنده الموانع وبغى ربي عز وجل يبعدهم عليه يقرا كل ليله سوره الليل، كتقراها وربي عز وجل كيقول كي بالطريقه الفرنسيه كيتخاصي لو تيغان، كيبيدوا لك الطريق، الطريق كيصوب عليك باش تحيد عليك نهائيا التابعة والقلق. وسورة ياسين كتصلح القلوب، اللي بغى قلبه يكون عامر بالإيمان وعامر باليقين، قلبه مفعم بالخير، خصو يدير عملية جراحية، لا يقرأ سورة ياسين. لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين. واللي بغى يكون ديما بين الناس بحل الوردة بحل الترية مضوي على الجميع يقرأ سورة الرحمن. لكل شيء عروس وعروس القرآن الرحمن. وإن شاء الله في الحلقات المقبلة لطول الله العمر نعيش مع القرآن الكريم، يعني آية مع آية وصورة بصورة، ونشرحها نشرحها بطريقة مبسطة مفهومة لدى الجميع، وتأثيرها على حياتنا وعلى سلوكنا وعلى واقعنا العام، وتلقوا الخير الكثير. فالشريفة لله أم أيمن الله يحفظك، وأم أنس الله يحفظك ويرعاك ويحفظك وليداتك، وزيدك ربي من فضله وزيدك ربي من نعيمه. اللهم تعالى يكمل لك الرجاء ويجعلك يوم القيامة مع نساء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. والدعاء كلما كان جماعيا كان أقرب إلى الإجابة. فأدعو السادة المستمعين
الله يجازيكم بألف خير، نرفعوا أكف الدرجة الدراعة إلى الله جميعا ونقولوا اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا رب العالمين، اللهم يا أكرم الأكرمين، أهل علينا هذه الذكرى الخالدة، ذكرى مولد خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ربيع الأنوار في شهر ربيع الأول في 12 منه. اللهم يا رب هذه المناسبة أهلها علينا بالخيرات وبالبركات وبالأمن والإيمان والسلم والسلام والبركة والتيسير. اللهم يا رب وأهلها على الأمة الإسلامية قاطبة بأن تكون أمة منصورة وقوية ومتماسكة. أهلها اللهم تعالى على بلاد المغرب بأن يحظى بالخيرات وبالسلامة، وأن يحفظه الله من الكوارث والزلازل والبراكين والأوبئة والأمراض. وأهلها على أمير المؤمنين صاحب الجلال محمد السادس بالصحة والعافية وموفور الخيرات والبركات. وأهلها اللهم على جميع المؤمنين بتحقيق جميع الأمنيات. اللهم وارحم جميع أمواتنا، اللهم أسكنهم فسيح الجنات واجعلهم عندك في أعلى عليين مع الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين في جنات النعيم. إخواننا في فلسطين اللهم يا رحمن يا رحيم احفظهم وارحمهم وانصرهم وكلهم وليا ونصيرا. اللهم احقن الدماء، اللهم اجعل الحرب تضع أوزارها، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين بفضلك يا رب العالمين، واجعلنا كما قلت يا أكرم الأكرمين، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ببركة الصلاة على مولانا النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. صل اللهم وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. قولوا معنا جميعا آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، عاملك ريبان، شخبارك؟ الله يبارك فيك بنتي، بارك الله فيك. هذا اللي شد لي الخط، حيث نتصل بك عاملك ريبان، والحمد لله اليوم عاوتاني لي الشرف أنني نتصل بك. الشرف لنا بنتي، بارك الله فيك. الله يحفظك السيك ريبان. الله يجزك بخير السيك ريبان، بتنسوا لك على صلاة الضحى. إيه؟ واش الى كنت قريت باللي ما خصنا زعما كنصليوها يوميا؟ نعم. واش الى مثلا شي مره ما صليناش واش عندنا شي اثم؟ حفظك الله بنتي، الله يحفظك. اياه وبغيت عافاك دي معايا ان شاء الله الزوج الصالح. يا رب يا رب، انا وجميع بنات المسلمين ان شاء الله. اللهم امين بنتي خديجه يا ربي ان شاء الله. وما حكم تارك الصلاة إلى ما قدرناش أننا إحنا الناس اللي معاه نقولوها ليه؟ نعم بنتي، إياه إن شاء الله. شكرا لك بنتي. ما قدرناش، مع العلم أن ذاك الإنسان فيه كل ما هو جميل ولكن لا يصلي. لا يصلي. إياه الله يهدينا ويهديه وجميع المسلمين. أمين. أمين. شكرا. شكرا بنتي، الله يزيدك إيمان ويقين. الفتاة اللي كتسأل على الدين دليل على أن الحمد لله قلبها عامر بالإيمان. وأسأل الله تعالى أن يصلح شبابك ويختار لك واحد العريس يكون مرضي ومهدي، وتكون الحياة طيبة مبرورة، ورزقك الله منه الذرية طيبة. صلاة الضحى هي صلاة الأوابين، حتى إن أبواب الجنة ثمانية، كاين واحد الباب من أبوابها كتسمى باب الضحى اللي كيصلي الضحى، فيها أجر وتواب كبير تمتد منذ شروق الشمس إلى الزوال، هذا كله وقتها، يعني بحال قلنا من 7 الصباح حتى الحدود 12 النهار، هذا كله وقت الضحى، كلما صليناها مبكرا كان أفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها يصليها حتى نقول لا يتركها، وكان أحيانا يتركها حتى نقول لا يصليها، بمعنى إلى يتغيب الإنسان واحد مرة على الصلاة الضحى ما أدهاش لا إثم عليه، إلا أنه فضل من الفضائل. الفضائل ديال الأعمال اللي درتيها لك الأجر والثواب، ولا ما درتيهاش لا عقاب ولا عتاب، ما عندك حتى يعني أمر مباح.
وخاصة نقرأ الضحى هي 300 ركعات، إما ركعتين ونسلم نكتفي بركعتين، وقد نزيد 4 ركعات أو 6 ركعات أو 8 ركعات. والركعة اللي نقروها هي الفاتحة وقل يا أيها الكافرون والفاتحة وقل الله أحد، ولزنا ركعتين بالضحى والشرح. هذا غادي يعطيك الله فيها السر الإلهي، هذا السر الإلهي. صلي ركعتين ديال الضحى، الركعة الأولى بالفاتحة والضحى والليل إذا سجى، والركعة الثانية تقرأ الفاتحة وألم نشرح لك صدرك. شنو السر الإلهي فيها؟ كيجعل ربي عز وجل المعنويات ديالك النفسية دوما مرتفعة. اللي كيعاني من المعنويات المنخفضة عنده دائما كيشعر بالهزيمة، كيشعر بالكآبة، كيشعر باليأس، كيشعر بأنه ضعيف، بأنه دائما عنده عكوسات وموانع. السر الإلهي هو يواظب على صلاة ركعتين ديال الضحى، الركعة الأولى بالفاتحة والضحى والليل إذا سجى، فيها قوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، فعلا ربك يعطيك حتى ترضى. والركعة الثانية نقرأ الفاتحة وألم نشرح لك صدرك، يشرح الله الصدر ديالك، إلى قوله ورفعنا لك ذكرك، كيرتفع الاسم ديالك بين الخلق. وعمرك ما تحتاج لشي واحد يساعدك، لأن ربي عز وجل كيفتح لك الأبواب المغلقة وكيمهد لك الطريق وكيحقق لك الرجاء. وهذا سر من أسرار وكنز من كنوز السنة.